طيب نروح بقى مع حضراتكم على مقر جريده الشروق مع مراسلتنا روزان نصر اللي هنتابع معاها اهم الاخبار الرياضيه في الصحف والمواقع المحليه والعالميه، واللي منهم الحقيقه يعني اثنين من المانشيتات ملفته جدا للنظر. الاولاني بيحمل عنوان المستحيل مش اهلاوي، والعنوان الثاني ما يقلش اهميه الحقيقه بوساطه من بيليه، فريق عربي يتفاوض مع كريستيانو رونالدو. ايه الخبر ده؟ ايه الخبر؟ نعرف بقى التفاصيل على طول. يا روزان صباح الفل عليكي. صباح الخير يا كريم، وصباح الخير يا نهواند، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. قبل ما نتكلم في الأخبار اللي قلتها يا كريم، هندخل في جدول مباريات النهاردة الأربع 17 مارس. في دوري أبطال أوروبا يلتقي بايرن ميونخ مع لاتسيو في تمام الساعة 10 مساء، تشيلسي مع أتلتيكو مدريد كمان في الساعة 10 مساء. نروح بقى لأبرز منشات النهاردة من جريدة الشروق، وهو المستحيل مش أهلاوي بالتلاتة هزمنا فيتا في كينشاسا. طبعا عايزين نبارك للنادي الأهلي في الفوز على فيتا كلوب امبارح بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، متعودين على كده طبعا من النادي الأهلي، وإن شاء الله مزيد من الانتصارات في اللي جاي إن شاء الله. خبر كمان من جريدة الشروق، البدري يبحث عن حل لأزمات المحترفين قبل معسكر المنتخب. يبحث الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم بقيادة حسام البدري عن حل المشاكل التي تهدد انضمام عدد من المحترفين لمعسكر المنتخب المقرر انطلاقه السبت المقبل استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر. وفي مقدمة اللاعبين المهددين بالغياب عن معسكر المنتخب محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، نظرا للضوابط التي وضعتها انجلترا عن الدخول والخروج من البلاد بسبب طبعا تفشي فيروس كورونا، ويسعى اتحاد الكرة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لإيجاد حل في أقرب وقت. من بوابة أخبار اليوم، تأهل نور الشربيني وسلمى هاني لقبل نهائي بطولة بلاك بول الدولية. تأهلت نور الشربيني وسلمى هاني للدور قبل نهائي لبطولة بلاك بول لسكواش السيدات، وتغلبت نور الشربيني على الإنجليزية سارة بيري حاملة اللقب في النسخة الماضية 3-1، وتخطت سلمى هاني الأمريكية أوليفيا كلاين 3-0. كمان بدأت البطولة يوم 12 مارس الشهر الجاري، وهتنتهي 18 من الشهر نفسه بمشاركة 48 لاعبة من المصنفات عالميا، وتبلغ جوائز البطولة 175,000 دولار لأصحاب المراكز الأولى. من روسيا اليوم، إنني يفاضل بين صلاح وماني. قال لاعب خط وسط نادي أرسنال الدولي المصري محمد النني إن محمد صلاح نجم ليفربول هو أسطورة بالفعل وأفضل لاعب في إفريقيا خلال الوقت الحالي وأحد أساطير القارة، واختار محمد النني محمد صلاح دون تردد. وأضاف كمان الكثيرين من اللاعبين في تاريخ كرة القدم لم يحققوا ذلك، أن ينظر لهم العالم كأساطير وهم ما زالوا يلعبون، هذه نقطة مميزة وصل ليها محمد صلاح في الوقت الحالي. أخيرا كمان من روسيا اليوم، يعني ده الخبر اللي سألت عنه يا كريم، فريق عربي يتفاوض للتعاقد مع رونالدو. فجر المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر السعودي مفاجأة من العيار الثقيل حول تفاوض أحد الأندية العربية للتعاقد مع كريستيانو رونالدو في الصيف المقبل، وكتب على حسابه الرسمي على تويتر: نادي عربي دخل خط المفاوضات للفوز بتوقيع كريستيانو رونالدو، وطلب من الأسطورة بيليه إقناعه بالانضمام، خاصة وأن الأسطورة هو الذي فاز مع البرازيل بكأس العالم 3 مرات، يحمل العضوية الشرفية للنادي العربي. دي كانت أبرز وأهم الأخبار هنا من موقع جريدة الشروق. شكرا لكم وعودة للاستوديو مرة ثانية. احنا اللي بنشكرك جزيل الشكر زميلتنا العزيزة روزان نصر، وطبعا كل الشكر كمان لنورهان طبان على التغطية الجميلة. شكرا جزيلا لكم.